1970 حضرت الطائرات الإسرائيلية من طراز بلطم على مدرسة أطفال نحو المقر الابتدائية في منطقة الصالحية شرقية جثة، وأسفرت هذه الغارة الوحشية عن مصرعي 31 طفلا وإصابة 26 آخرين من أطفال المدرسة. وكيف كنت دائما احلم، ولكن احلامي الثقيله
وللمعاطين أن يساعدوا به الله. هل بوسعكم تعوضنا أيها التاريخ؟ أحببتكم بكل ما أملك، لذا سأبيعكم الحب. ولكننا لا نملك نقودا. لا أريد نقودا، بل أريد أن تكون حياتكم مليئة بالحب. وكيف لنا أن نتذوق الحب والفرح ونحن في هذه الظلمة؟ حاربوا الظلمة، حاربوها بالثقة بالله وفي أنفسكم حتى تتبكت. إن نحن تعويضا يا تاريخ. سيحصل. ولا تنسوا جميعا أن الأرض من أثمن ما تملكوه، لذا حافظوا عليها.